ما هو الشرط الأول من شروط الصلاة؟ نعم نعم شيخ يا صلاة مسفرتوش قطر عند من النوم الإسلام نعم الإسلام سلمنا ما يزن بروم الفطرة سبحان الله لا يصلي للمسلم أصلا صح أو لا نعم مجمّر يا لمسلم صلاة ماذا قلت؟ لا يصلي للمسلم أصلاً الكافر لا يصلي أهل مسلم مجمّر يا من سجّال لنا لماذا العلماء يذكروا في كل عبادة كل عبادة فيها هذا الشرط الإسلام لماذا؟ من يوم عبادة بستفيت علماء إسلام الناني قدران لمن دنوهن قدران شروط في شروط الصلاة الإسلام في شروط الوضوء الإسلام في شروط الزكاة الإسلام في شروط الحج الإسلام الصيام الإسلام الوضوء الإسلام العمر الحج الإسلام لماذا؟ بمن من يوم عبادة مسفر تسقطرو إسلام الناني أسقطار هطوم ملي إسلام النا تحج ملي إسلام النا تصلاة ملي إسلام النا توضوء ملي إسلام النا لا من دنو لا يصلي للمسلم أصلاً مجمّر يا مسلم يا أخوانا سواء يسجد منا لأنه قد يصلي من يسب الرب سبحانه وتعالى صلاة باطلة الله أن يمسادر سوء يتسادر يسجد لنا إيه سوء صلاة بالشروع يصلي من يذبح للقبور صلاة باطلة لك أبر يمياد يسجد إيه سوء يسجد صلاة يتبلع الشنو حتى يتوب استني من الاسلام إذن هذا أهم شرط إيه يا شرط تلقوا عند القاديو إسلامي نعم